بس عايزين نغرب حاجه. مش كنت قاعد هنا يا عم الحاج؟ نعمل ايه؟ مش كنت قاعد هنا؟ تعال تعال عشان اصور معلش. فليستجيبوا لي Oh, my God.
عليك اشرح صدرك يا سيد علم منك يا دولي يا شهر رمضان حبيبي عديت عليك 100 مره وانت شغال بالبتاع الرايه دي انا كنت بتكلم هنا والمدة بعد علي قال مديله العهد بايد حتى مرحبا استاذ والله عاملين لنا قيمه في العالم كله سيدنا نور سيدنا الحمد لله على كده رب عندنا في الانوبيه
الله يزيدك يا رب. ربنا يعينك يا رب. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، لقد عشنا واستمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة والتي أتعنا بها كبير قراء مصر الدكتور عبد الفتاح علم قاروطي، علم التلاوة لمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطارون مركز الزقازير بمحافظة الشرقية. وبذلك على أسير زوجات إذاعة الدولية.